أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام بكل خير وصحة وعافية. اليوم سنتكلم وسنناقش محورا هاما في الصحة العمومية يعنى بصحة النساء جميلات الجزائر. اليوم سنخصص الحصة في موضوع يهم النساء وهو موضوع سرطان الثدي في الجزائر. هو مرض يمتزج فيه التحدي بالآلام والأمال لمكافحة هذا الداء. اليوم نتكلم عن التشخيص كركيزة أساسية للتفطن لهذا الداء مبكرا، لكن أيضا نتكلم فيه بخصوص عديد المحاور: العلاج، الجراحة، التداوي الكيميائي والأشعة التي اليوم بات أيضا مشكلا يؤرق حياة هذه الفئة من المريضات. لمناقشة هذه المحاور وأخرى أسعد باستضافة جمعية نشيطة في هذا المجال، جاءتنا من بجاية، تقدم المساعدة للمرضى والمريضات وتقوم بعديد الحملات التحسيسية في هذا الشهر والشهر الأزرق وعلى مدى السنة. أتشرف إذن باستضافة السيدة حسيني جميلة كنوش، وهي جميلة من جميلات الجزائر، 20 سنة هو عمر كفاح هذه السيدة ضد السرطان. شكرا على الاستضافة، يعطيكم صحة. 20 سنة. 24. 24 سنة. 24 سنة. نعم. ما نقولك تجي سهلة، ماشي سهلة. لازم الواحد لازم يتكافح، لازم الاخر تجيك مع الاول تجيك بصعيبة. ما عندكش كيما نقول واحد الاكسبيريونس، تجيك صعيبة واعر الطريق وما عرفش كيفاش تجيها، كيفاش تبدا، سي كوا ان كونسير، وشنو زعما. لكن راكي هنا. بون لا هذه الساعه راني بيان هكذا راني بيان، مي جاتني صعيبه الفرق. ومع كي توالفي على دوزيام فوا كي واسيت لاخر دوزيام اون 2017 دوزيام كونسير سيتي فاسي باسكو جافي ديكسبيريونس تجربه. الحديث شيق معك جميله، سنعود اليك، لكن دعينا نرحب برئيس الجمعيه الذي يعمل الكثير جميله في الولايه وحتى خارج الولايه لمساعده المرضى والمريضات، سيد رزيق زناتي. اهلا وسهلا بك. اهلا بك. رئيس جمعية تذر في الحياة. صحة. ميرسي بور لانفيتاسيون. الأول نشكركم، نشكرك أنت أخت وهبة. ربي يجيب الشفاء إن شاء الله للمرضى. يعطيكم الصحة بور لانفيتاسيون. عاد على مدى سنوات رزيق. عندنا دوكا عندنا قريب 11 سنة في الجمعية. ومازال تحدي إن شاء الله. ومازال الخدمة إلى الأمام، ولأنك لا تعمل وحدك. ولأن الطبيب محور أساسي في العلاج والعلاج النفسي. أسعد أيضا باستضافة الدكتور حامي رزقي، وهو أيضا مختص وطبيب مساعد في اختصاص أمراض النساء والتوليد بالمؤسسة العمومية أميزور ببجاية. مرحبا بك. السلام عليكم. أزول في الأول، شكرا على حسن الاستضافة، ونشكر الطاقم التقني الذي يعمل عمل جبار. واجبنا باسكو سا بيرمي ان كو دو بروديشور الكاشفه على العمل تاع الجمعيه. نعم. هذا شيء مهم لنا، ونحن معكم في الحصه وحتى خارج الحصه نتعاون حتى ترجع الابتسامه الى جميله والى اخريات. اسعد باستضافه ايضا الدكتور الورديان مصطفى، وهو طبيب مختص في طب الاورام والسرطان في نفس المؤسسه. مرحبا بك. مساء الخير عليكم. نزول في الاول، ونشكرك على حسن الاستضافة. شكرا، مرحبا بكم. كلنا بالوردي ونريد أن تكون الحياة وردية جميلة، لكن الحياة اختصرتها بالنسبة للمصابة بالسرطان فيها الورد وفيها أيضا الشوك أحيانا، ولكن في الأخير يغلب التحدي. التحدي التحدي ما يجيكش كأنك ده سهل، يجيك واعر مع الاول ما تعرفش منا وما تلاقيش، كاين بزاف العراقيل. ومن بعد مع الاول ما تلاقي كيما باز من لي ميدسان، تلاقي طول موند اونتوري، لونتوراج، لا فامي، لو ماري، لي اسوسياسيون، سا اونكوراج. مي كي يكون وحدك الدور هكا تلاقي كذا ما تعرف حتى شي، لا مالادي ما نعرفوهاش، سي فريمون فاسي، سي با فاسي، وتجيك صعيبه مليح مليح مليح. وبالعكس تقول فيها وتدخلي فيها. حتى تقتدي المراه بك جميله وبجميلات اخريات في الجزائر، احكي لنا على التجربه تاعك، كيف يعني 24 سنه كان في عمرك؟ 29. كيفاش حتى توصلتي انه تشكي انه محتمل
تكون الإصابة؟ إصابة كانت كان رمضان هكذا وقفت ونمسج في داش دوشي توسا ولا كينبول اوتوماتيكمون نقول له راجلي كينبول يقول لي نو سي غيا سمعك ما يجيك ما منا مشينا وسينا لا لا مامو منا طلع لا سوتو بانكسيون منا ولا يقول هيك الوقت هذاك ما كانش مازال ما عندناش بزاف حاجات في بجايه طلعنا سيغ الجي سيتي ولا اون في الجي تجي لدزاير ما تعرف حتى واحد ما تعرفش زعما كونسير ما تعرفش كيفاش تقابل المرض ما عرفتش كيفاش تبدايلو لو ماري وحدك الجي اون كوني بيرسون سيتي لا اون كومونسي افيك لو بروفيسور بوزياف سيتي لا لو بروميي طون سيتي مصطفى بالعقل وفنا لا شيميو بالعقل درنا لا راديو ثيرابي جو في نيف اوبيراسيون تو سيتي با فاسيل بصح عمليات جراحيه وي وي سيتي ومن بعد بالعقل وفنا الناس عرفنا الناس في مصطفى عرفنا الناس في جابونا تلاقينا مع الناس ملاح الحمد لله ومن بعد بشويه سيتي با فاسيل On a essayé quand même de remonter la pente, blacle. J'étais sur la case à remonter, on m'a dit, je suis à le mort, si je suis à. En 2017, c'était la rechute, c'était le deuxième cancer. Bad comme ça, non? Ça va, t'as changé, 17 ans. C'était la surprise, c'était le choc. بعد خمس سنوات. Oui, c'est non, pendant. يعني يقولوا انه المريضه شفيت دكتور. ما نقولوش شفيت نقولوا اون ريميسيون ريميسيون اون ريميسيون تسمى الخمس سنوات الاولى ومن بعد عندنا حتى السبع سنوات باش نقولوا بلي المريضه حتى العشر سنين مي يقعد توجور شغل المرض يعني اي المادي توجور يعني هناك حالات هكذا تشفى وبعدين تشفى يكون احتمالات باسكو راه يقعد مرض ما نحبش نقول الكلمه هذه خبيث مي قعد ورم خبيث تسمى ما كي المريضه هذيك دارت كاع نعم كل الفحوصات العمليه الجراحيه دارت العلاج الكيميائي دارت الاشاعات وهكذا تقعد دائما يكون تسمى اون فاتير ما كاش لو ريسك زيرو تقدر تعاود احتمال يقدر يكون تعاود دايور توجور لا مالاد ميم با اكزومبل توش فات فام اي توجور اون اوبسيرفاسيون توجور اون كونترول توجور لي زاني هذوك توجور انت مع توجور لي كونترول يعني بعد 17 سنه يعني صبتي انه الثدي الثاني مصاب C'était une belle surprise, mais la deuxième, j'avais l'expérience. Oui, c'était une belle surprise. Mais la deuxième, c'était, on avait l'expérience. نعرفوا واش نشيميو نعرفوا واش نديرو وين نروحو واش ندير واش ما ديرش نعرفوا لي ميدسان ومع افون جو خلاص حبست مع الجزائر مع ودام يزور جافي تو سور بوجي جافي دي بوسيبيليتي سيتي فريمون لي افونتاج Mais avant, ce n'était pas facile du tout. Mais la deuxième, ça va, pour l'instant. Alhamdoulilah. Sayyid Razir, يعني, الكثير من الإيجابية, الطاقة الإيجابية في كلام وجلسة ومجالسة أيضا جميلة. هل حل جميلة حل الكثيرات في عندكم في بجاية؟ كاين بزاف كيما هي مي بصح الكوراج قلال كيما هي عندها الدور سي بور سا راهي هنا تهضر ابري 17 عام الحمد لله المره الاولى دارت مشوار كبير عليها كبير وثقيل عليها وعلى رجلها لونتوراج تاعها تجي ما كانش جمعيه كيما الوقت هذاك ما كناش تجي مسكينه بالبوس باش دير لا شيميوثيرابي ولا يكري طوموبيل ولا سيدي فري تنقل وتكاليف ولو تعب ولا دوزيام فوا كي عاودت لوبيتال ميزور انا كون كنت نعرفها قلت لها ما كنتش مريضه الله يبارك لك في 2017 فوالا المره الاولى اللي لقيت السيد زيق في اميزور لقيني يضحك قال لي وزيت لها مالات قال لي وفاتي سيرتون ندير لها شيميو ندير لها شيميو كيفاش قلت لها ندير لها شيميو تالمو جيتي جافي ليكسبيريونس ما خفتهاش لا فوا لا دوزيام فوا دوزيام فوا جاتني ما جاتني صعيبه ميم سيتي ديفيسيل مي قلنا معليش نعم أميزور في مكافحة السرطان واللي موجود في ولاية بجاية نافذة إيجابية للمرضى النقطة الإيجابية اللي نقدروا نستنتجوها من التجربة والتيمونياج تاع السيدة جميلة هو أنه كاين تقدمات ما نقولوش باللي اليوم كل شيء على ما يرام كاين بعض النقصات ولكن تقدمنا على بعد 24 سنة انا نتذكر الكلمات تاع رئيس المصلحه وين درت التربص تاعي في تيزي وزو
كان يقول لنا بلي انا نعلمكم انتم ديروا اللازم باش تستقروا الامر المرضى في البلاصه وين راهم، صدير مدونا الامكانيات باش نتوزعوا على كاع التراب الوطني باش يتعددوا المصالح اللي يقدروا يكافحوا مرض السرطان. اليوم في اميزور حنايا نقدروا نضمنوا الجراحه لامراض سرطانيه، مصلحه الامراض الاورام تخلقت دكتور الورديان ولا ما غلطش في 2007 ودركا عندنا الحلم باش ينتهي مشروع مركز مكافحة سرطان ديال اميزور اسونسيالمون على العلاج بالاشعة اللي هي الحاجة اللي تخصنا اليوم باش نبرمجوا المرضى في الوقت اللازم من بعد ما داروا الشيميوثيرابي وداروا العملية الجراحية تاعهم. نعم دكتور، عاود نقول باش على كل حال ما يغفلكش بلي راهم الارقام راهم في تزايد وهذا شيء مخيف. انا نشوفه من عام لعام الارقام راهي تتزايد، ومن 2030 حتى 2050 يقدر تماك هذا يقدر سوا يضعف هاد الارقام. هذا سي بور سا كو لازم حنا رانا في الجزائر 15000 اصابه جديده بسرطان الثدي، نعم، من بين 55000 حاله جديده لكل سرطانات. حنا دوك مصلحه الاورام في وادي ميزور كما قال الدكتور حامي بدات في 2007، انا جيت لوادي ميزور في 2013، راني دوك حتى 2024 ماشي كيف كيف. كيفاش؟ ماشي كيف كيف حال تما كي كنا في 2013 تأكدين ذلك وي في 2013 كنا نديرو 18 حتى 20 مريض في اليوم. هاد 2024 لحقنا نلحقوا حتى من 40 الى 45 مريض يوميا. تما هنا باش تشوفي بلي الارقام راهي في تزايد، والمشكل اللي نراه سيك الطبقه راهي عند الصغار في السن هاي بكثره. كيف يعني بكثره؟ كيف على جات اسمه العوامل الخطر ولا العوامل المؤثره؟ سرطان الثدي، سرطان الثدي، سرطان الثدي، هاو سرطان الثدي. هاو صباح برك سمعنا بلي طفله في عمرها 21 سنه راهي مصابه بسرطان الثدي. رانا نشوفوا 21 22 24 مام السن راهو ينقص مليح مليح. دوك هنا لازم هنا نديرو يفو ميتخ لاكسيون سيغ سا. قال وراه تشخيص الوضعية، تشخيص الوضعية وراه واش لازم نديرو. يفو فيغ دي زونكيت ايبيديميولوجيك كما نقول لهم تحقيقات وبائية، تحقيقات وبائية باش نشوفوا علاش صحيح هذا التزايد هذا صحيح. والمركز او الاي ان اس بي المعهد الوطني للصحه العموميه اليوم ايضا بصدد اعداد تحقيق فيما يخص الوضعيه الوبائيه للسرطان، وان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله نتحدث حتى مع رئيس اللجنه الوطنيه لمكافحه السرطان بروفيسور بونجار. سيدتي الكريمه حتى تضعينا في الصوره، لانه احنا نقولوا المريض وين يكون العلاج يروح، لكن هل مثلا يصنع الفارق عندما تعالجين في الولاية أو في المنطقة التي تسكنين فيها؟ هل يصنع الفارق؟ وي اوتوماتيكمون باسكو علاش كيكون بايزوم سيغ بلاس سيغ بايزوم. حنا بايزوم لا دوزيام فوا جيتي اميزور جاني ساهل الحال سي بخي الدار راجل ما يتعتبش ما تعتبوش انا با بزوان دو بوكو دات مي باغ كونت كون جيتي الجي لا بومييغ فوا سيتي فوا فوا وين تروحي وين تباتي فوا فوا الناس اللي تعرفي اللي عاونوك يجيبوك لي رونديفو طالعين هابطين سيتي فريمون بو لانا با سيتي الجي لوك. حنا في بجايه كومام سافا اون بوكو تشوز يان كرون شونجمون دايوغ الدكتور حامي لا شوم دي شيميو c'était lui qui me l'a placé au Sahalil. C'était il y avait un grand changement avant ما كانش من 2017 لهنا كوم اي غران ديفيرونس. دايوغ اوسي نشكرو رزيق رئيس الجمعيه، رئيس الجمعيه ما يقولوا واحد شابو شابو شافو. مهم جدا دور الجمعيات في مكافحه السرطان. كيف كيف كاينين الناس بس لكن ما عندهمش باسكو الاخر لو كونسور اون لوي ميم يحتاج الى تحاليل اشعه. دايوغ كنت باغ اكزومبل نهضر مع الناس نقول لهم يفو ميم واحد يكون عنده ميم باغ اكزومبل عنده شهر يدعو الناس يعاون ما يكفيش ساكو ترو شير ما يكفيش كيفاش برك ملي غادي وي دايوغ يكونفير بدايه برك النهار تبدا باغ اكزومبل فو ديتيكتي لو لا مالادي سا كومونس لي بروبليم. كاين ناس مساكن ما عندهمش، كاين الاخرين نساء مساكن نساء الرجال لي زابوندون يا بوكو مو دي ميرسي الحمد لله رجلي الحمد لله ربي يعطيه في صحته نسلموا عليه من هذا المنبر وي دايوغ شكلي لا مو زيو عطيه الصحه
يا في ما فامي فاش تبي نطري ما كاينش الناس مساكين ما عندهمش من اليوم نحل التكاليف. العامل النفسي مهم جدا. كلمتي على الزوج تاعك وعينك تعمروا بدموع يعني تاعكم باسكو جي جي انسيستي بوكو بوكو دكا كانيت تلقلتم كي بايزام ب 2000 جاف مي البروفيسور بوديا في ما اوبيري يافي مالاد افيك مو على في لا في لا توتال لي سوماري لابيل يقول لها فوالا انكم تلقاتم سيتي البروفيسور بوديا في لابيل شي لوي سيتي غراف باركونت مو اللي يافي ما ماري ا كوتي مو كان معاك طول طون جوسكا من سا في 20 طون 24 طون اللي توجور افيك مو جوسكا بريزون. تحتاج المراه ان يكون بزاف واش فاش في التمسك تاعها بالحياه في متابعه العلاج نقولوا من العلاج خلينا من مع با نقولوا دي فوا كاين الرجال ما عندهمش مساكن الماوين باسكو سا كوت شاف تو سا مي لو فات يبقى معها بالعربيه ولا بالدارج ولا بالق باش يفهموا هاد يعني الرساله مهمه جدا للمشاهدات للمشاهدين نقولوا با نقولوا با ليزامبل نقولوا المرض اون بو باسكو كاين ليز اسوسياسيون كاين ناس ملاح كاين لا فامي كاين منا كاين ناس ملاح الحمد لله الحمد لله يا ربي كاين مازال مؤمنين. مي الراجل تكون بايز من المراه عندها تاول ما عندهاش راجل سجو سجو في المورال وتقول لك شحال يديك باباك يعيا يديك خوك يعيا يديك ديوك الناس يعياو. مي الراجل كي يكون بايز ميتين فريمون يشد فيك مام انت خلاص تتوبلي. انا بايزوم كي نروح انا مع اسمو ليس ليس ماشي معاش دي فوا جو نبار با يقولوا لي دي فيون تيموني جو نبار با نقعد هو سيلوي كي با كان ما يعرف كل شيء يعرف البروتوكول دو يشارك في كل كبيره وصغيره ديبي صافي 23 مي كي تو بايزوم كاين شي انسان مساكن يجيو دون ميزور سي سي تيريب يجيو لي اسوسيا ويعرفوهم الاخر سيد رزيق سيد رزيق ميم هو مسكين il fait de son mieux ماشي son mieux جزء الميول هيك. دكتور الورديان كي تكلمت لنا على اهميه وقوف الزوج والعائله الى جانب المريضه مهم جدا قلت لي تاكيد اكدت ذلك كيف يعني وانت في العلاج هل مهم جدا في نجاح وفعاليه العلاج بالطبع وعلاش باسكو المراه ما نساوش بلي الجسم تاعها كيفاش متكون يقولوا لها بلي عندك مرض سرطان في الدهنيه تاعها ديجا راهي تشوف الموت هاي تقول لك هي لهذه الدرجه لهذه الدرجه الحاجه الاولى اللي تخمم عليها تقول لك راح نموت. مو احنا عندنا اللي معنا اللي يخدموا في علم النفس احنا ثاني تسمى كنسيو كيفاش نعاونوهم او ماكسيموم قال عندك شخص لها بلي مرض سرطان دارت العمليه نروحوا تماك لابلاسيون نعم لابلاسيون نحت استئصال ثدي نحت ثدي لو شيما كوربوريل تاعها الجسم يروح لها المراه هي بسيكولوجيكمون ديجا راهي تتبدل كاين كاين الرجال لي ما يعجبوش الحال ما نكذبوش على روحنا يرفض وليه المراه هذه ولات ناقصه ومن بعد من هذه لهذه يصراو المشاكل دي فوا يخلوهم في نص طريق ما يكملش مهم هناك حالات كاين ماشي حالات عده حالات عده حالات عده حالات انا لحقت وين عند الحاله وين لحقت حكمني في الرواق كانت هي في المراحل الاخيره قال لي قول لي يا طبيب وقتاش باش انا نشوف كيفاش راح نعاود زواج. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أو تزوج هكذا بهذه الكلمات هكذا 2008 وقتش كيف بديت التربص تاعي وقتاش تتوفى وقتاش باش نشوف كيفاش نسير على حالتي وكاينين مي كي تشوفي هكذا يا الحمد لله والله العظيم نتفائلوا خير نتفائلوا خير ان شاء الله يعني كاين مازال كاينين الحمد لله كاين مازال فوالا وكاين حاجه اسمح لي طبيب لازم وسي هي لا شوط البيز امبورطون ما نخموش برك على الراجل المره وسي ميم كي تسمع بازم على ان كونسير يفو با كي لابوندون يفو با كي تسمع غير بازم تقول ساي جو في موغير ونموت ومنا ومنا ومنك لا لا نموت ونموت ونخليو منا نموت ما بازم بالما كان ماشي ديال المرض اللي قتلك ماشي كونسير تموتي بحاجه اخرى في البدايه كانت تجيك هذه الافكار مع الاول باسكو يما ما يما ما تتبكري باسكو عندها 37 سنه اون افي ليكسبيريونس يما مات بزاف بكري ومع بابا تبع الاخر الى تروفي الاخر مون باري سي بارون ماري 38 ans سي ساكريفي سا في بور لوي بور ال ما قلنا سي با بوسيبل لازم ندير ما نديرش كيما يديروا الاخرين دايوغ كي نروح للسبيطار ولا قول مو علاش وعلاش سلسله فان دي موند فوق انا ما نخدمش ونخاف تما علاش تما ها نكزون اني نخدم اني نطيب اني ندير ومنا كي جافي با دونفون كنت ما عنديش عندك ابخي 15 كنت عندي من بعد جبت ياسين دونك جيت مالاد جو مي هذه تجربه يعني كي حكيتها لي نعم خلصت كلش دكتور كيفاش يعني مصابة؟ مصابة عندها أول سرطان دارته في 2000 تعود يزيد يخلق لها المرض في 2017 ما عندهاش 2008 إذا ومن بعد ما عندهاش الأولاد غير جابت الأولاد زاد طاحت في الإصابة وراهي الحمد لله قدام عينكم شحال في عمره 16 سنة ولا دوزيام الأخر 2017 كي كنت عاودت لا راديوثيرابي هنا في الجزائر هو اللي جا معايا سيتي لوي هو اللي كان يدير لي الاخر يدير لي سمو لي سوا كي نخرج من السبيطار نجي من لا راديو ثيرابي هو اللي كان معايا كي نقول له هبط البجايه باش دير له فاكونس يقول لي ماما انا ما نخليكش قاعد معايا شو بريزون لي لذلك قلت هذا السرطان فيه الالم ولكن فيه الامال وي رحلة يعني كوكتيل مزيج من الأحاسيس ومزيج من يعني الـ 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 يعني الشعور بهذه المسألة يعني لازم انا الاخر جون كوراج كما يقول واحد نسجع النساء مش تقول بالك عندكم ان كونسيبت سي لا فان دي موند نو فو فو كوراج فو لازم خدموا نساو اوبلي انا نجي من لا شيميو ونجي من لا شيميو نروح نجي للدار لوندوم با بروميير جور دوزيام جور نولي كوزينتي لا في اكتيف نورمال جيت من الجزائر من لا راديو ثيرابي محروقه من المل
جيت لون دما ماما ريسي اوبيري كي لي مادت راديو ثيرابي اي جيتو الى في كونتينيو. دكتور حامي، تجربه السيده جميله جدا، هي جميله وتجربتها جميله. كيف يعني طبيا علميا انه استطعت ان تنجب طفل نسلموا عليه؟ في الوقت الحالي لازم كي نتعلقوا بالمريض مصاب بامراض سرطانيه كاين خاصيات معنيه بالاشخاص الكبيرين في السن والاشخاص الثاني اللي راهم في صغر السن. قلنا هضرنا من قبل بلي كاين حالات راهي في ازدياد مستمر تاع النساء اللي يصابوا بهذا المرض في السن صغير جدا. دونك لازم هذوما النساء نخمو كيفاش نقدروا نبريوهم من المرض هذا وكيفاش نعاونوهم باش يكملوا الحياه تاعهم نعم. كم امراه اللي تقدر تنجب ولا مازالها في السن يقدر يسمح لها بالانجاب. دونك سا سكون ابل لو برينسيپ دو لونكو فيرتيليتي. اليوم مصباح هضرنا على هذه المريضه اللي عندها صغر سن، سن صغير جدا 21 سنه، لازم نخمو عليها كيفاش على بعد بالك 3 سنين 4 سنين 5 سنين على حسب البرنامج الصحي البروتوكول اللي نبرمجوا عليها. صدر كاين دواء يمنعها من تنجب على بعد 5 سنوات ولا 10 سنين، من بعد لازم نخمو كيفاش نقدروا نعاونوها. دونك هذو ما حالات نبداو نتهلاو بهم اليوم، فهمناهم خير من بكري. كيما مثل تاع العمليات الجراحيه، من قبل كنا غير نديرو استئصالات كليه، اليوم نقدروا نديرو استئصالات جزئيه، ورانا ما منخمو في عمليه جراحيه تاع اعاده بناء الثدي. داير لازم نبريسيزي هذا الشيء، في كاع هذا الشهر تاع اكتوبر الوردي كاين دركا يوم تاع 16 اكتوبر مخصص للتوعيه فيما يخص جراحات اعاده بناء الثدي. تطور يعني كاين تطور مستمر، باسكو حالات المرض راهم يزدادوا كل يوم، والاسقاطات الاحصائيه تاع 2050 مازال المرض هذا يزيد. دونك كلما كانت حاجه منتشره بالك العلم يفهم الامور افضل من حالات المرضيه النادره. دونك في الحاله تاع السيده جميله هو احسن امل، احسن مثال تاع الامل اللي نقدروا نقدموه للمتفرجين والمستمعين باش نقولهم بلي المرض هذا ماشي نهايه الدنيا، كاين امل وكاين دنيا من بعد المرض. نعم، وكاين حالات اخرى مثل جميلة استطعنا أن كاين حالات أخرى، كاين حالات وين طهلينا بالمرضى في نفس الوقت كانوا حاملين. فوالا دونك سي سكون أبل دي كونسير أسوسي أ لا غروسيس، معناتها هما حالات تاع سرطان نكتشفوهم في وقت الحمل ولا في العام اللي يتبع لاكوشمون. دونك عندنا بزاف حالات كيما هذو تبعناهم والدراري تاعهم. الدكتور واديان عنده بزاف المرضى اللي راهم تبعهم من السنه تاع 2012 13 14، دوك الدراري راهم كبروا الله يبارك. يعني ما كان قبل مستحيلا في مجال مثلا الانجاب من قبل المصابات بسرطان الثدي اصبح اليوم ممكنا. ممكن باسكو علاش المرض كل ما ينتشر المرض كل ما يكون عليهم دراسات كيما التشخيص المبكر. وعلاش جا التشخيص المبكر؟ باسكو كي نديرو التشخيص المبكر كيكون مرض فيه تماك عدد مستمر في الاصابات وعنده طوط مورتاليتي يكون كبير، نسبة الوفاة تكون كبيرة، هنا وين نديرو التشخيص. بالتشخيص هذا يكونوا الدراسات، بعد مع الدراسات بيان سور نقدروا نعرفوا ديجا الميكانيزمات تاع هذا الورم هذا. يكونوا فيها بيان سور تطورات كيما نقولوا في العلاج الكيميائي ولا في العلاج المصوب، كيما دوكا رانا عندنا العلاج هذاك بالمناعه الليمينوثيرابي الحمد لله راهي دخلت البلاد، تما دوكا عندنا سلاح جديد نقدروا نحاربوا بهذا المرض. كان الاشعاعات مام في الاشعاعات راهم عندهم دوكا المراكز راهم يسون دوتي بليزاباري جدد الحمد لله. تما كي تكون التطور المرض هو راهو يتطور، حنا العلاج راهو يتطور معاه الحمد لله. الهرمون دي يعني بديتوا تستعملوه؟ ماشي الليمينوثيرابي بدينا نستعملوه. عندي مريضه عندها الورم في الكليه تاعها،
دارت 3 ايفالواسيون راهي الحمد لله. والله الحمد لله النتيجه النتيجه كاينه النتيجه ماشي غير ما كنعطي لك غير الشهاده تاعي مي لو كان تسقسي معظم المصالح اللي داوي ولا الورم السرطان يعطيو لك الشهاده تاعهم الحمد لله. نعم هذا ما استطعنا ان يعني نكتسبه من تطور العلم والطب في مجال مكافحه السرطان وسيما في مجال مكافحه سرطان الثدي. كل هالامور متوفره في المؤسسه الاستشفائيه العموميه اميزور. الحمد لله الله باش نقول لك والله الحمد لله تماك حنا وين نقدرنا نجيبوا هذا الدواء وندخل المؤسسه الاستشفائيه تاع وادي ميزور دخل في اواخر 2023 دوكا رانا قريب شحال عام رانا بهذا الدواء الحمد لله وكاين وكان مازال يزيد يدخل الدواء كما في على تاع المناعه ان شاء الله يكونوا نتائج اونكور خير ميو. جميله كمصابه بهذا الداء وتجربتك الطويلة واللي فيها العديد من الأمور، هل تغير التكفل بمصابة بالسرطان؟ تغير وما تغيرش. قولينا اللي تغير لاسوسياسيون تودرث إلا في بوكو بوغ لي مالاد. تودرث حتى اسمها جميل تودرث يعني الحياة كلها كلش جميل وهو دائما بالابتسامة. الناس ملاح بزاف الناس ملاح. النهار الأول اللي تلاقيت معاه في السبيطار ما هو ما حسبلوش خلاص جيتي مالاد جيتي اون تران فيها شيميو يبوز لي كيستيون من بعد نهضر ما سيت لا سا كومونسي نهضر للمستشفى ودا ميزور سنعود اليه بعد قليل. ودا ميزور ماشي كيومها قدامي شابو 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 لو ستاف دو ودا ميزور ما شاء الله. دايوغ يا اخي جيت الجي بدات كامل جبت باجاجي عندهم ثم ملي جيت وروا راسكم بيا انا خلاص داير ما نزيدش نطلع مي ميم لي زانفيرمي تو سا تو المون دي جونتي بالتاويل هم عندهم تاويل هذا الجانب الايجابي. نعم مي لو كان يزيد يكون عندهم يزيد يكملهم بالاخر بالتاويل هم باش يحبوا لي خصهم مع ينقصوا لي مالاد ينقصوا بالاخر ما كاينش شي حاجات بزاف ما كانش في بجايه. وشنو هما مثلا الجوانب السلبيه؟ سانتيغرافي سانتيغرافي وسوس جوسكا بريزون انا كي نجي نروح نديرها توجو في تيزي وزو يا دي شوز مازال نص دي بلاصه تيزي وزو والجي مي هذا واش خاص وسينو كاين اللي ما عندوش تاويل سينو ساكوت لا البروبليم لو كونسير فيه تكاليف بزاف اللي عنده كل كعيف. سيد رزيق اليوم تكلمت على عديد الحملات التحسيسيه اللي عملتها في هذا الشهر وحتى في خلال السنه، واش عملتوا سيد رزيق؟ سؤال جميل. دونك رانا في الشهر الوردي اليوم تروازي كيب راهم خرجوا فعندنا في سورتو تبعوا الشهور هذوك اللي بعد نديروا مع التنسيق مع الجمعيات تاعهم جمعيه تاع الدشره يعيطوا لنا يديروا ان دوموند تجمعات كما يقولوا هما يديروا لا دوموند حنا نشوفوا مع ليكيب ميديكال نشكروا من راهم في التيرا دوك من راهم مثلا هاد الشهور تعرفوا عليهم رحنا لبرباشا كنديرها خرجنا من اندور الولايه بني محليه اللي نشكروا منها بوعداس مازال عندنا درنا واحد تيم زريف سمعون فرعون كنديرها المؤسسه التربويه دونك مما وين كاين نساء يخدموا في المؤسسات يعيطونا الحمد لله نساء ولاو يفهموا حبوا برك حنا كيفاش نديروا ما نخليوش معروفين بهذا ما نخليوش المريض في نص الطريق ولا لقينا مهم جدا. نعم بيان سور حتى عليها في البدايه كاين كي قلنا كاين ايجابيات كاين ايجابيات صح واحد الوقت باش تلقى شيرجي يدير الجراح يدير لابلاسيون ولا ما كانش يروحوا كاع البريك دوك ما كانش اون 2000 يافي با ما كانش انا في الجزائر الاخر ميزوبيراسيون تو لي سوان كامل وسيتهم في الجزائر في الجزائر مصطفى بروفيسور بودياف بس ما كانش مكتسب مكتسب كبير كاين لي رونديفو تاع لاشيميوثيرابي في الوقت ما كانش ما تعيط ما والو ما تحفظ دير ما تحوش دير لا معرفه لا ريان دي تو اللي عنده الوقت تاعو يدير لا شيروجي يديرها في الوقت يدير لا شيميو يديرها في الوقت مازال كاين نقائص بزاف ونقائص نعاودوا نولي لهم نقائص لكن حبيت نسالك قدرتوا تدخلوا للمداشر يعني بالقبيليه نقولها لانه يعار باش تكش مظهر ثوذرين قدرت المراه يعني تفتح لكم بابها وخلاص دوك الله يبارك الحمد لله كاين الناس خلاص ولاو فهموا
تروح ترسخ ولا شغل كش نقولوا كولتور شغل ثقافه خلاص كل الولاد ولا الثقافه تماك في ولايه بجايه ولا ولايه الثقافه الحمد لله رجل كل المداشر يعني كل المداشر قراش الحملات التحسيسيه سي بورسا شكرناكم في الاول تلفزيون الاذاعه الوطنيه التلفزيون يعني بدينا نجنوا الثمار تاع الحملات والحديث عن هذا المرض اللي كان واحد الوقت تابو جميله وي de 2001 c'était un concert تسمع وحده مريضه ولا بايزون بيسمعوا بلي مريضه كونسير سي تو حنا انا بايزون بلي كي سمع لا بروميير فوا اون افي ان بتيت اكسبيريونس باسكو ما مير اليما الرحمه ماتت جستو من هذيك جسنا مي اون سافي با باسكو يما كانت بابا الله يرحمه يديها اسمه الله يرحمه في زوج يديها لفرنسا سي سواني ان فرنسا باسكو لهنا في الجزائر ما كانش ما نعرفوش ما نشوفوش يما ندير لا شيميو دير لا راتيثيرابي ولا نشوفوها كي تولي تفاصيل ما تعرفوش ما نعرفوش ما مير على مالا توسا مي مون بير بابا كامل يجي وما نسمعو كي طحت انا اون 2000 ما بابا جات له شويه صعيبه ما جاتلوش سهله صافي صامي صافا بعد زوجو بعد البنت يقول لي بنتي ما تخافش فرنسوا راني من لوراك راني من لوراك ليكسبيرونس ديتها بابا الله يرحمه سيتي لوي تحتاج المراه لهذا الشعور وعلاش نقول من النساء شعور بالقوه يعطيها شعور يا رجال يعني خافوا ربي من ساكو وعلاش من المرض ما جابتوش هي مسكينه حسب لك يعني واحدة تكون مريضة تحت بين كونسا عاجب لها الحل ما خلي تخلي صحتها ما تخلي دارها ما تخلي دارها ما تخلي ولادها هي وسي ما يعجب لهاش الحل مي فوا كي سوا بيان اونتوغي وربي يجيب الخير ان شاء الله تحية لهم لهذه الفئة ان شاء الله الذين يقفون وراء زوجاتهم وبناتهم الأب الله يرحمه والزوج إن شاء الله تكون الأمثلة كبيرة صعب جدا أن تكون مريضة في البيت صحيح لكن الأصعب أن تجد نفسها وحدها هذاك اللي يجيك صعيبة شعور يعني عشته السيد رزيق مع كل يوم عايش بوكو تفهم كي تشوف ما كانش بزاف كيما الأخت جميلة مالوريزمون محظوظة هي باسكو الدواء راهي في الدار يكون زوجها ما مقتنع بها لونتوراج تاعها الحالات تولي سهله وفي الجمعيه يعني كي تكون جميله وحتى اخريات يزيد يعطيهم شويه اراده للنساء المصابات بسرطان الثدي مهم جدا ان تكون تتقاسم جميله تجربه تاعها في الجمعيه في الخرجات في هذه تمشي برك ما كاش بواش نعاونوها الحمد لله كاين رجلها كاين بسيكولوجي نفسيا برك سي بور سا راهي الحمد لله بيان اونتوري عندها تمشي معنا هي تديها معايا باش دير الكوراج دير لهم يعني تماك هي مليحه تماك نديوها شغل شهاده حيه قال للنساء اللي مرض واللي ماشي مرض باش يعرفوا بلي تماك هالك انسانه مرضت من 2020 جوج خطرات الحمد لله يحتاجوا لهذا النوع يحتاج واللي ماهوش مريض باش نوعيوا المراه الجزائريه باش تروح دير تشخيص المبكر ودير تشخيص الذاتي كي تكون في المنزل بهاد الزوج اسلحه هذوما نقدروا نتفادوا المرض هذا نقصوا المضاعفات تاعو نقصوا المضاعفات مليح كي ديري التشخيص المبكر للورم السرطان هذا الثدي ديجا راه يتم نقدروا نتفقدوا على المرض تحت 1 سنتيمتر في 80% بلي كومباني تاع التحسيس بالحملات التحسيسيه مام بهذا التشخيص المبكر مام نسبه الوفيات تنقص ب 30% تسمى كان ماذا بيا المراه يقول لك على كل حال يقول لك الماموغرافيا راهي غاليه راهي بين 4000 دينار جزائري حتى 8000 انا في ميزي نقدر تسمى نزير روحي ب 4000 دينار ولا نلقى روحي بتكاليف تكاليف تلحق حتى 150000 دينار جزائري لازم المراه الجزائريه تتوعى بهذا الشيء هذا لازم تكون عندها ثقافه هذه وحنا كي نديروا التشخيص المبكر ما معناتهاش بلي راح نلقاو لك المرض حنا التشخيص مبكر برك المرض ماشي زعما قال احنا اي تروح ديري لا ماموغرافي تاعك سيك راكي راح نلقاو لك المرض باسكو علاش النساء هكذا يخمو الكشف نديروا الكشف المبكر هذا ما كان هما اللي هم ندير ماموغرافيا راني مريضه نعم
هذه لازم تنحى هذه. وفي المؤسسة عندكم أخصائيين في يعني التكفل النفسي بالمريضات ولا عددهم قليل؟ لا كاين العدد لازم باش يتكفلوا بالمرضى تاعنا، كاع المصالح عندهم مختصين في الأمراض النفسية باش يتهلوا بالمرضى. تحتاجوا المريضة جميلة؟ لا تحتاجوا، اللي ما عندهاش كما قال ما كاينش كذا، ما عندهاش ما من تحكي، هذا اللي جاها صعيب، جاها فريمون صعيب. بازم تحتاج تسمع بروحها راها مريضة، ني وين تسد راسها تعطي تهضر مع راجلها ما يفهمهاش، تروح السبيطار دي فوا او ميزور يجي لي مولا بايزو معطول مقوله ولا دير لي سكان ولا تمشي تقول للطبيب ولا تقول للطبيبه انا ما نقدرش نقول للراجل يقولها انت بابا باسكو داكي كاين بزاف تحشم ولا كيفاش مشي تحشم كاين بزاف الرجال ما يقبلوش لا مالادي ما كاين بزاف غاليه جيهم غاليه ما يقبلوش خلاص المرض المرض خلاص ما يقبلوهش ديسا كسبت ولا مازي نعم. اليوم إذا لازم أيضا تحسيس بالدور العائلة والوقوف إلى جانب المريضة حتى تولي جميلة هكا كما جميلة معنا، ويعني وحتى نصبوا ولن نوصلوا إلى أنه داء سرطان الثدي هو داء مزمن، هكذا الخبراء حابين توصل بالمصابات بسرطان الثدي. تكلمنا على عديد النقاط الإيجابية وتكلمنا أيضا على بعض النقاط السلبية. اليوم مركز مكافحة سرطان ببجاية أين وصل؟ أين وصل؟ قالوا لنا 80% الحصة اللي درناها ديجا نورمالمون يكون محلول. صحيح هكذا دبري الوزير ممكن ندير نداء منا للبروفيسور القائمين على هذا القائمين على هذه على رأسه من البروفيسور حبيت يجي يزور بونجار 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 الله يبارك يجي يضرب الله كذا ان شاء الله ديسي جونفي فيفري يحل ان شاء الله على بالنا شوي نوصل. تحتاجوا هذا المركز في المنطقة؟ يحتاجوه بزاف ديجا ينقصوا مام على البايزم نقصوا على الجزائر نقصوا على تيزيوزو من المالي مالا تاعهم يقعدوا في كل جهوي يكون حتى وطني ايضا. اليوم فيما يخص العلاج بالاشعه وريت لي يعني حتى تكاليف العلاج باهظه من 40 مليون الواحد المريض واحد 40 مليون حتى 80 مليون بدون الايواء الايواء وين كاين كيما سطيف تاع الحكومه كاين سطيف راهو متعطل. احنا طرحنا السؤال على المعنيين بالامر لانه ان شاء الله في ختام كل هذه البرامج يكون معنا ضيف يجيب على كل هذه الاسئله إن شاء الله التي تعنى المواطن والمريض بصفه خاصه. كيما السونتر اونتي كونسيرلي في اميزور كيما قلتي يقدر يكون وطني من احسن والمراكز اللي بنوها جدود لهذوك هو الأحسن في الجزائر. يعني العلاج بالأشعة المرضى اللي عندهم سرطان يتوجهوا اليوم إلى القطاع الخاص. القطاع الخاص. نعم. تلقاهم إحنا ما قدروش إحنا خلاص والله غالب. كنتوا تبعتوهم للصيف؟ كنا نبعت الصيف. دراع بن خدات. الصيف ومن بعد الصيف كان ضغط. ضغط رهيب. رهيب رهيب على العلاج بالأشعة. ومن بعد فتحت دراع بن خده في تيزي وزو. ودراع بن خده يعني للامانه يخدم مليح يخدم مليح وعلى دورات يعني حتى في الليل. في الليل ما يحبسوش. مناوبه في الليل ما يحبسوش. بنظام المناوبه. حتى هما دوكا في تيزي وزو راهم عندهم ضغط رهيب. علاش نقول لك احنا حبينا تماك من هذا المنبر نتهزوا الفرصه. نتهزوا الفرصه من هذا المنبر باش نعطيو النداء للسلطات قال لو كان يقدروا يديروا يسرعوا لنا برك في لتكميل هذا المركز لمكافحة السرطان. لأنه العلاج بالأشعة دائما نقولوه في الحصص السابقة هو محور مهم في البروتوكول العلاجي. لا يمكن أن ينجح علاج المريض بالسرطان إذا ما احترمناش كل حلقة في العلاج في وقتها المناسب، أليس كذلك دكتور؟ البروتوكولات هي بروتوكولات شخصية، كل مريض ببروتوكول تاعه، وفي اغلب الاحيان البروتوكولات الحديثه اللي رانا نديروهم باش نطلب المرضى تاعنا يستلزموا عمليه جراحيه، كاع الاورام الصلبه يستلزموا عمليه جراحيه، الدواء الكيميائي، الدواء بالاشعه، الدواء الهرموني، وثاني في بعض الاحيان لا ثيرابي سيبلي والعلاج
بليمينوثيرابي. دونك ما نقدروش نتخلوا من مرحله من هذه المراحل في البروتوكول الشخصي للمريض. واليوم في الوقت الحالي النقطه السلبيه هي العلاج بالاشعه. حقيقه هو العلاج بالاشعه، بس البرنامج اللي هذوما المراكز اللي راهم تحت ضغط كبير، باسكو عدد الحالات راهو في ازدياد، وفي بعض الاحيان المراكز الوطنيه قاعد المراكز في بلادنا هي مراكز وطنيه، باسكو عندنا مرضى في من بجايه راهم يروحوا للوادس وراحوا للورقه راحوا الاغواط، وبالعكس كاين مرضى من 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 الجنوب تاع البلاد اللي يطلعوا الشمال باش كل مريض يحوس المركز اللي يقدر يمد له البرنامج في اقرب وقت ممكن. وما نقدروش ندخلو من مرحله من هذوما المراحل كاع تاع العلاج. بالك النقطه الثانيه السلبيه هما التكاليف اللي تاع التحاليل قبل العلاج، فيما يخص سورتو ليماجري ميديكال، سادير سكانير لي ار ام لا سنتيغرافي، تكاليف غاليه باهظه وغاليه تؤرق كاهل المرضى. وعندنا بزاف المرضى في اللي راهم يعيشوا بامكانيات ماشي قليله بزاف، دونك يا بوكو دو بريكاريتي سوسيال. وهذا هو الدور الجمعيه باش نسيو ونعاونوا ونساعدوا بما نقدروا هذوما هذه الفئه، هذه فئه الهشه حتى المتوسطه الدخل. نعم حبيت نركز على نقطة مهمة، هضرنا على بزاف النقاط الإيجابية ولازم دائما ونقاط تاع الأمل، كاع هذوما النقاط ملتصقة بشرط هو لازم المرض هذا نفيقوا له بكري. وباش نفيقوا له المرض هذا بكري ما كاش كاين حل واحد هو التشخيص المبكر. دونك التشخيص المبكر لازم يكون دركا حاجة بين عند نساتنا في الذهن تاعهم، دخل في الثقافه العامه العائله وفي الثقافه العامه المجتمع بصفه عامه اكزاكتوم، باش الناس يروحوا بدون خوف باش يديروا هذا التشخيص المبكر، باسكو هي الوسيله الوحيده اللي عندنا باش ما نقولش باش نتفاداو المرض هذا ووصلوا له في درجه غير متقدمه. دكتور لوريديان، كنت تريد ان تضيف شيء؟ نضيف شيء على العلاج الاشعاع، لان المريض اللي راه مصاب مرض سرطان عارفي بلي هاد المرضى 66% منهم راح يسحقوا العلاج الاشعاعي. كل مرض احيانا يبداو به، احيانا يبداو به، نعم. مي باش نقول لك برك بلي لازم تما 66% يحتاجوا الى العلاج، يحتاجوا الى العلاج الاشعاعي. لهذا تما لازم يكونوا هاد يكثروا هاد المراكز لمكافحه السرطان باش نسيو نقصوا الضغط على المراكز ديجا اللي راهي تخدم هكذا باش يكون العلاج تاعهم، لان في الجزائر ماشي مشكله تاع الكفاءات. صحيح، الجزائر المشكله راهي في لي ديليت بريزون شارج، تماك اجل العلاج، اجل العلاج، باسكو هذا المرض هذا كي يكون عنده الاجل تاعو في وقته نقدروا نهضروا على الشفاء، احتماليه الشفاء، احتماليه الشفاء. عندما كل حلقات البروتوكولية للعلاج تكون في الوقت المناسب يمكن أن نتحصل على نتائج. مئة المرضى راهم متدهورين نفسيا على جال الراديو ثيرابي، يدخلوا للبيرو تاعنا في الجمعية يبكيو، احنا ما قدرناش لهذه الدرجة باسكو الطبيب علميا يقول باللي دوندوما لازم دير الراديو ثيرابي، هو راه في 6 شهور ولا 7 شهور مازال ما دار والو، ما لقاش الرونديفو، دونك التدهور ما هو والعائله تاعو، صحه نفسيه وكل العائله نفسيه هو والعائله كل، وحنا ما تحاولوا. شفت الفاتورات درنا بواحد 2 مليار، هذا ما قدرنا. نشكروا كل المحسنين نقول لهم يعطيكم الصحه، بقاو معنا باش نزيدوا ان شاء الله حتى يبدا السونتر هذا، باش المركز تاع ميزور باش يبدا في ومركز الايواء ايضا. مركز الايواء مازال عندنا مشكل، ربي يفكرك في الشهاده يعطيكم الصحه، عندنا مشكل دوموندينا قطعه ارض مازال ما المفروض انه كل مراكز مكافحه السرطان تكون تمام. احنا في تيزي في وين نديروا عند لي بري ما كانش، حنا اللي نخلصوا الايواء ما تقدرش من ملايين ويبقى باغ اكزومبل شهر و10 ايام يقول لك لازم الكريك دومو شهرين ب 12 مليون ب 14 مليون 7 مليون شهر ولا 6 ملايين،
7 ملايين ولا 6 ملايين غاليه، هذه نورمالمون نعاونوا فيها في حاجه واحده اخرى. ممكن تطلبوه. كان قطعة ارضيه راهي مجاوره للمركز. من با 10 متر. من با 10 متر. من با 10 امتار. تماك التكاليف تاعها خلاص كاين شكون اللي يدير لا ماكيت واسمها هي تندارت خلاص. راه نستناو برك شغل يسرحوا لهاد القطعه الارضيه برك باش يكون كان مركز الايواء، مركز ايواء مجاور المركز للمكافحه السرطان. المريض خلاص المريض ما يعياش. حتى الجمعيه ما توليش بقلب السياره خي تروح تجيب دير لسطيف دير تيزي وزو ولا ديه وين يسكن. كان مركز الايواء خمس دقائق ان شاء الله بربي ولا نعاود نولوه المره الجايه تشوف فيه لا ماكيت تاع المركز الايواء ولا اروع. ان شاء الله نجو احنا عندكم في ولايه بجايه دوما شريان الصحه وحصه تخرج الى المواطن، وهذاك هو الهدف تاعنا تحسين المنظومه الصحيه اللي نقولها دائما سي رزيق يحتاجها كل واحد منا ولو مره في حياته، فلنستثمر فيها جيدا بالنوعيه والكميه حتى تكون في متناول الجميع. جميله ما حبيتش تروحي هكذا بلا ما تقولي لنا، نهضر بالدرجه لانه الكلام تاعك يسمعوه الكثيرات. قولي لنا الحاجه اللي تحبي تسمعيها، يعني كي تكوني في 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 مجمع، في تكوني في في عرس، في تكوني في في بين الضياف، في في بين الضياف، واش تحبي تسمعي واش واش تحبي ما تسمعيش؟ نحب نسمع هو كي يكون بايزم نسمع واحد يا مالاد ولا مالاد ان مالاد شوطو تشوف هكذا واحد تقول لك والله تلتهو بيا لقيت تاويلي الاخر اوتوماتيكمون يا مغالمون تسترح وتنسى المرض. ملي كيكون بايزون تلاقي واحد ما لقاش التاويل كيفاش حبيت يبراه؟ ما يبراش بالتاويل. ديجا كيكون بايزون مريض ويسد بلاصه كيما قال لك الطبيب يقول لك من من كيفاش حبيت؟ ديجا الفات كي الاخر اي روتارد لا راديوثيرابي سي موفي بوغ لي ديجا سا جو وما تلاقيش التاويل. وحنا لي كونسيغ دي فوا كي نهضر معاهم ماشي ما حبوش ما على باش كيفاش نقول لهم ان كونسيغ ديجا سا سونتي دو المرض و سا كوت شير دي فوا ما نقدرولوش وما يقدرولوش الناس. ايماجين كان عندنا تاويل يس دي بلاص با كلش كيما قال لك الطبيب واش قدامك ما تروحيش الصيف ما تحليش الناس بايزم. حنا بايزم انا في الجزائر لقيت حبابي لقيت صحابي تاليس لقيت وين نروح وين نرقد وين ما كاين الناس ما عندهمش يحتاجوا الى الجمعيه. جيبي لهم انت دراهم وما عندكش باش تروحي. وما كاين دي فوا لي ماري يزابوندون ما يقدروش. وما كاين الاخر كيما قال لك الطبيب الاخر قلت ما كاينش ما عندهمش ان سالير ديجا يا ربي يدك يعيش ولادو. بالتالي في كلمة ختامية قلت لك يعني حتى المجتمع تحب واش تحبي تسمعي منه كلمة؟ مانيش مريضة. مالا أونسيان مو مالاد. أونسيان مو مالاد. أونسيان مو مالاد. دي فوا دي فوا ما تلاقيش كيما تحبي باش تسمعي باش تلاقي اون مالاد ولا تلاقي تقول له ما بايزم واحد من مريض يقول لك ربي يشافيك. دي فوا بايزم تسمعي حاجه اللي ما حبيتش تسمعيهاش. ديجا لو فات كيسمع واحد يقول لك كونسيغ خلاص سي لا فان دي مونتي هو مات يموت خلاص سال ميتاستاتي مسكين خلاص هاد الكلمه وي مسكين. وانا نو ماش بو دون باتا بورتونس بس انا ما على بالي لا مسكينه لا والو. انا على بالي واش ندير كان كونسيغ دي فوا جلوبي كومبلمون في سكسيغال سي فغي دي فوا سان في تخو مال سان في تخو مال. واش تقولي لها المشاهده اليوم؟ قول لهم يهديكم الله يا نساء ديروا كوراج ما تسمعوش المرض الكونسير ما يقتلش ما سي دو كونسير ما تقبلي تقولي لهم تقبلي سعمت الكوراج سهمت بلي قتلت انت فونسي انت ولي اللي على ربي التاويل الا يسر ربي ما يغلق الباب حتى يحل 10 امين. شكرا يا. جميله سيد رزيق ان شاء الله الاشكاليات اللي طرحتها ان شاء الله نقلوها على المسؤولين القائمين بهذا القطاع وبالسرطان لتوليه السلطات العليا في البلاد اهميه كثيره لكن ان شاء الله تجسد على ارض الواقع. ان شاء الله يا ربي او قلتي لنا بلي نجيو حنا نستناو ان شاء الله ربي يجيب ان شاء الله المرضى تاعنا ان شاء الله. و ما ننساش ما لازمش ننسى المجاهدين تاعنا في تسلموا عليهم كامل كامل من حنين وهبط ربي ان شاء الله يكون في العون. شكرا شكرا للمحسنين. شكرا لك دكتور حامي. شكرا لك نشكرك على حسن الاستضافه. التشخيص تشخيص 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 وتشخيص لازم نعاودوه ونكروه كل يوم كل شهر طول العام وكل اعوام. ابواب التلفزيون مفتوحه ابواب الحصه مرحبا بكم في كل وقت. الدكتور الورديان هي نقول تماك طونك يا لا في لا ديسبوا الكوراج
نزيدو نحطو تماك التشخيص التشخيص التشخيص، وان شاء الله اليد باليد نقدروا نكافوا هذا المرض ان شاء الله، وتستمر الحياه ويستمر الامل. شكرا لك جميله، شكرا السيد زناتي، شكرا دكتور حامي، شكرا الورديان، شكرا على واجب دكتور الورديان فيها الوردي. ان شاء الله تكون ايامكم كلها ورديه. شكرا لكل من ساهم في نجاح هذا العدد، الشكر للمخرجه نبيله ليف وامال وكل الذين كانوا معنا ورافقونا في نجاح هذا العدد. نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم بألف خير، شكرا لك.